وضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمياه، وزير المياه والصرف الصحي صديق عبد الكريم حجار حضر عرض الفيلم الوثائقي الذي حمل عنوان عطش العالم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمياه، حيث حضر مناسبة عدد كبير من أعضاء الحكومة وسفير فرنسا لدى البلاد. التفاصيل لدى ديجا محمد الحاج. اليوم العالمي للمياه الذي يحتفى به في 22 من مارس في كل عام، نظمت السفارة الفرنسية بالتعاون مع الجمعية الفرنسية للتنمية حفل لتوعية الشباب حول أهمية المياه. وفي بداية الحفل قدم وزير المياه والصرف الصحي صديق عبد الكريم حجار كلمة شكر فيها الحضور، ومضيفا بأن السلطات العليا ساعية لحل الصعوبات التي تواجه السكان في إيجاد المياه الصالحة للشرب في كافة ربوع البلاد. وفي هذا الإطار تم عرض فيلم وثائقي بعنوان عطش العالم للمخرج نيان أرتير بيرتران. علما بأن المناسبة كانت بحضور عدد كبير من تلاميذ مختلف المؤسسات المدرسية التي تم تدريبهم حول الاستغلال الأمثل للموارد المائية.